السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في قلب الطائف، في قلب حارة أسفل، في زقاق الخميس. إن شاء الله احنا جينا نحتفل بجائزة عيفان الحارثي الخامسة للمتميزين والتفوق لأبناء حارة أسفل. من الجائزة؟ الجائزة هذه تحميس وتشجيع ومبادرة للجمعة اللي اعتادوا علينا أهلنا الأولين. كانت حارة أسفل من الحواري الراقية اللي لها جمعات خاصة كذا تجمع بعض وتشجع بعض، فهذه تشجيع للمتميزين والمبدعين، ونبغاهم يندرون اللي عندهم، لأنه لنا بصمة الحمد لله في الدولة. إحنا أبناء الحارة، مننا الأدباء ومننا الشعراء ومننا البروفيسورات ومننا الدكاترة ومننا الزراعيين ومننا المهندسين. الحارة أنتجت، الحارة لها إنتاجية لوجودها في السوق، فأنتجت أدب وأنتجت مهنة صنعة. هذا تكريم استثنائي للإعلام المميز وأيقونة من أيقونات محافظة الطائف، المبدع دائما وأبدا رويد. يسلم، أسمع له تحية قوية جدا. أنا من دار آل سعود، يا رهل الكرم والجود. أنا من دار آل سعود. ان شاء الله تشوف خير سويد. يسلم، هذا يعني اكيد يعني الله يعطيك العافيه. على علم الله يكرمك ويبارك فيك. بالطائف واحنا الطائف. انت انتم الدافع لنا. اخذ اتصالاتك. انتم الدافع لنا. معمر ابو خالد بن فهد بن معمر. نعم. ياخذ ان شاء الله معلوماتك. ابغى اتصل فيك انا. اتشرف. خلاص. على كل ما قدموا لهذه المحافظه من مقاطع تاريخيه ربما تكون مرجع لكل من يريد ان يعرف عن تاريخ الطائف. شكرا. هو من اسس هذا التجمع، وهذه معلومه جديده ايضا، فيستاهل هذا التكريم الاستثنائي. رويد يسلم. رويد جزاك الله خير. كل سنه وانت طيب. احنا في البدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جينا من جدة لهذا الجمال والإبداع في حارة أسفل والبروز الدائم لها في احتفالاتها. كورونا عطلتنا شوي، لكن مستمرين. تغلب كورونا ونرجع في اجتماعاتنا وتجمعنا، وليس حارة أسفل، حتى جميع حوالي، إحنا مع جميع حوالي الطائف. هذا هو اللي حبيت أقوله. في كمان بالنسبة للجائزة، في اقتراحات قلت للدكتور عباس أقول له دكتور. أيوه لا ترد. أنا قلت له أتمنى الجائزة لا تحصر في حارة أسفل، يعني تكبر شوي على مستوى الطائف. يعني من ضمنها أنا في شخصيات قالوا لي نفس، هو خاصة الشيخ كليب والشيخ عيفان كان لهم في عملهم وفي تجارتهم لهم علاقة بالحبوب والزراعة والعسل والسمن. ليه ما يكون جائزة بأحسن عسل في الطائف؟ ليه ما يكون جائزة بأحسن سمن في الطائف؟ ليه ما يكون جائزة بأحسن مزرعة في الطائف للحبوب وللمشمش والبخارة؟ مو بس الورد. هذا وعد. الطائف مليء. وعد دكتور. الطائف لا يحصر في ورد لوحده. الطائف أكبر من كذا. الطائف جميع ثماره، جميع الطائف أيقونته الأساسية الزراعة. أهله حاضرته وباديته مرتبطين بالزراعة. هذا فيما يخص الجائزة، وأتمنى أنها تكون أكبر من كذا. شكرا لك. واشكرهم على هذا التكريم. هو تكريم لجميع ابناء الحارة. الحمد لله. والله اقتراح جيد. يعني انا اتقبل الاقتراحات، ولكن هو على 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 السهوله وعلى القدره على القيام بهذه الاعمال. ما نبخل على الوطن. انا لا ابخل على الوطن بتقديم اي جائزه او دعم او توسط او موافقه. استقبل جميع الاقتراحات. رجل قلبي مفتوح ونفسي مفتوحة وأذني مفتوحة للجميع. أشكركم جميعا على حضوركم.